كلها لإطلاق حملة 60 مليون شجرة بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. وإن شاء الله نتمنى أن المشاتل الموجودة على مستوى وزارة الفلاحة ومستوى مدير العام الغابات تكون على هذا القدر من التحدي اللي حطيناه كدولة للمضي في عملية التشجير قبل البداية في عملية استعادة السد الأخضر. قال سيد رئيس الجمهورية يجب أن يعني الاستراتيجية الكبرى بالنسبة للجزائر هي إعادة الاعتبار للسد الأخضر.